وأشار رئيس السيسي إلى أن الاحتفال بأعياد تحرير سيناء يأتي متزامنا مع العديد من المناسبات الدينية والقومية، حيث يتواكب مع مرور 50 عاما هجريا على انتصار العاشر من رمضان. وجدد الرئيس السيسي التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد القيامة الذي يتزامن مع احتفالات سيناء، كما هنأ الأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك. إن الاحتفال بأعياد تحرير سيناء يأتي متزامنا مع العديد من المناسبات الدينية والقومية، حيث يتواكب مع مرور 50 عاما هجريا على انتصار العاشر من رمضان، الذي مهد الطريق لعودة هذه القطعة المباركة من أرض مصر، كما يأتي متواكبا كذلك مع عيد القيامة المجيد الذي يحتفل به الأخوة المسيحيون. وأنني إذ أغتنم هذه المناسبة لأكرر لهم التهنئة باحتفالاتهم بأعيادهم، ويأتي متواكبا أيضا مع قرب نهاية شهر رمضان المعظم وحلول عيد الفطر المبارك عاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.